للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف امين سري مجلس شيوخ عشائر الثوره العربيه الشيخ يحيى سنبل. اهلا بكم شيخ يحيى الى هذه الجوله الاخباريه. كيف تقرا رفع المحتجين لوتيره التعبير عن غضبهم على اداء حكومه العبادي الى الاعتصامات مع رفع سقف المطالب؟ اهلا وسهلا بالشيخ العزيز. حياك الله، تفضل. حقيقه عجز الحكومه عن تقديم اي خدمات الى المواطنين سوى الوعود الكاذبه هو الذي يؤدي الى رفع سقف المطالب والى البدء بالاعتصامات، لان الحكومه عاجزه عن تقديم اي شيء للمواطن حتى سبل الحياه البسيطه، والمواطن لا يطلب اكثر من ماء وكهرباء وقضايا وصحة وتربية، قضايا بسيطة يحصل عليها أي مواطن في أي دولة فقيرة غير العراق. هذا العراق الذي يمتلك الخيرات والثروات وتسرق ثرواته ليل نهار على يد هؤلاء النصوص، ولكن على الأسف أن الحكومة المتاهبة في مشروع الفساد غير قادرة مطلقا على أن تقدم للمواطن ما يسد رمقه وما يحميه من حرارة الشمس في الصيف وما يحميه من البرد في الشتاء. لذلك المواطنين ليس لهم أي سبيل آخر سوى البدء بهذه الاعتصامات ورفع سقف، هي ليست رفع سقف مطالبهم، هم لن يرفعوا بسقف المطالب، هم يريدون حقوقهم من هؤلاء الحكومه التي هي اصبحت مشروع فساد كبير تاكل حقوق هذا المواطن البسيط وحقوق الشعب بشكل عام. اذا الى اي مدى برايك؟ هم مطالبين اذا الى اي مدى برايك الحكومه فشلت في تحقيق مطالب المتظاهرين؟ الحكومه ما دامت لم تتخذ قرارات عمليه في حمايه المال العام في سبيل توجيهه الى هذه المدن او الى كل مدن العراق في سبيل بناء البنى التحتيه، تقديم البدء بمشاريع الكهرباء، البدء بمشاريع المياه الصالحه للشرب، البصره الان لا يوجد فيها حتى ماء، الماء مع كثره الامراض لاهالي البصره، وكانما هم يتعرضون لمؤامره لترحيلهم من مدينه البصره ولانهاء البصره. لذلك يقفون في هذه الاعتصامات ويطالبون باجراء التغيير الجذري في العمليه السياسيه من اجل ان يحموا انفسهم ومن اجل ان يحصلوا على حقوقهم. نعم، المرجعيه صرح ممثل المرجعيه ممثل السيستاني بأن المرجعية تريد غضب أو تؤيد غضب العراقيين شريطة أن يكون تحت السيطرة. عن أي سيطرة تتحدث المرجعية؟ وهل ترى برأيك أن المتظاهرين من الممكن أن يستجيبوا لما تقول عنه المرجعية سيطرة في التظاهرات؟ المرجعية تريد حماية هذه الأحزاب التي تدعي الإسلام، هذه الأحزاب الفاسدة، دون أن تطالبها بتقديم خدمات لهؤلاء المواطنين. فعن أي مظاهرات يتحدثون تكون تحت سيطرة الفاسدين. الإصلاح لا يأتي من فاسد مطلقا، لا يأتي الإصلاح من فاسد. لذلك على المرجعية أن تقف مع الشعب، سواء غضب الشعب أو طالب بالشيء السلمي، يجب ان تقف الى جانب الشعب في الحصول على حقوقه. الان لا صحه ولا مستشفيات ولا تربيه ولا ماء ولا كهرباء في وقت هذه الاحزاب والمقرات تتكلم بالماء والكهرباء والبذخ، ونسمع بذلك حتى ان مسؤولي هذه الاحزاب يتعرضون الى انتقادات واضحه من ابناء الشعب على ما يقومون به من سرقات وبذخ في مقراتهم وفي مواسمهم التي لم تكن موجوده لا في النظام السابق ولا في اي دوله اخرى. نعم الشيخ يحيى سنبل من سر مجلس شيوخ عشائر الثوره العراقيه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.